وحيت اغلى شي عندي. انا ما سرقت شي اصلا. لو سرقته شو بدي فيه؟ لمين بدي بيعه؟ لمين بدي البسه؟ شو بدي اعمل فيه؟ تجنني هالبنت، رح تجنني، رح تجنني، ما بقى عندي اعصاب. نورما حاجة تصدخي، البنت معها حق، ما لها مصلحة من الفستان. خلينا نفكر شوي، ركزي معي. عماد أمل لها الفستان، يعني هي شو بدها فيه؟ شو بدها تقعد تتفرج عليه؟ أكيد ما سرقته، يعني مش لهالدرجة غبية. أو أنت غبية شي؟ لا ماني غبية، عن جد أنا ما سرقته للفستان. ها شفتي؟ مانا غبية، يعني بعتقد. ما سرقت الفستان؟ ما سرقته، ما سرقته، ما سرقتي. يعني لازم افكر، لازم نعرف وين الفستان، لازم نعرف مين اللي سرقه، وبعدين من بعد ما نلاقي الفستان بصير فينا نطمنهم انه هالغبيه مش هي اللي سرقته. كلك ذوق، بس هالحالتين ما بقى في شيء ينفع. ليه بقى؟ لانه استاذ عماد شحطني من الشغل. بتتوتر اعصابي لما اسمع صوتها، بتتوتر اعصابي لما بتحكي. هيدي البنت بتوترني كثير. سهى جيبي لي كمامي. وما فلي، وما فلي، فلي 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 فلي، خلص انا بحلها، انا بحلها، انا فلي. لوين رايح؟ لا ماشي. انه انا بدي اعمل كل شيء، انا بدي اعمل كل شيء بهالبيت. خلص ما بقى قادره ضيق خلقي، ضيق خلقي بهالبيت. صيف شتي، صيف شتي، صيف شتي، خلص رح جن. انت ليه هون؟ وين بدي كون يعني؟ بالبيت. بالشغل. كيفك عمو؟ اهلا وسهلا يا شادي. شو شكلك عرفني مفرصة جاي تشق علي؟ بشرفك شكلي عارف انه ما عندك شغل اليوم. لا مش هيك، انا وامك من وقت ما بلشت شغل انت عم نتروق كل يوم الصبح، واصلا اليوم رايحين عند خيك على المستشفى. شو صاير لوجهك انت؟ مش نايم من امبارح تخميه؟ ايه ما قدرت نام كل الليل، امبارح قاعد عم فكر. بشو عم تفكر؟ عندك شي مشكلة؟ لا سلامتك ما في شي، بس انت بتعرفي انه الحياة طلعت ونزلت. انا الحمد لله كله نزلت جاي، ما عم بيزبط شي. بسيطة يا حبيبي بسيطة، طول بالك. لك الا ما تفرج. لا ما تعطي الهم، يلا خلينا نتروق قبل ما نمشي. جايب لك ترويقة جبنة حرة مشروحة على الصاج. يامي يامي. ماني عامل حسابك ابدا، بس فيك تتفرج علينا نحن عم ناكل. اذا شفقنا قلبي عليك فيك تاكلي شقفه من عندي. بقول لك شيء، انا عامله دايت. احسن. أستاذ عماد بعتذر غصبا عني. ما تعرف عليها، ما تتوتري أنت هلا، أهم شيء هي بدك تثبتيها، لأنه بدي أعرف إذا كسر أو فكش. خلص ما تعرف عليها، أكيد ورم صغير ما في كسر. رح حالهم يجيبوا لك ترش، المهم إنه ما في جرح ومشي الحال. موجوعة ما هيك؟ كثير موجوعة. Thank you.
قرود؟ أنا ما بحب القرود. آه طيب. أبداً. ما بدك تتروق؟ بدنا نمشي على البكلة. شو مكتوب وشو مطلوب. إذا بدك تعملي الترويقة بدك تعمليها على القد أو خلي سعيد يعملها. أنا ما طلب التغيير يعني ما طلب التغيير. أستاذ عماد ما شكلك حابب شي اليوم؟ كأنه منك بالمود. ميرسي عزبتك. عمون يلا خلينا نمشي. لا حبيبي نتفي بخلص الجاليات ومنروح. شادي اتركها شوي عايزتك. شو بك؟ شادي شو بك؟ خبرني شو صاير معك. ماشي شوية مشاكل بالشغل. انت شو صار معك؟ ليه هيك دبلان؟ كمان مشاكل بالشغل. بعدين بخبرك. امبارح دقيت لي شي 100 مرة بس ما قدرت رد عليك. شي مرة سألتي حالك ليه الأحلام ما بتتحقق؟ مين قال إنه الأحلام ما بتتحقق؟ يمكن أنا هذا الشي معي مزبوط. أحلامي بتتهدم قبل ما أبنيها براسي أو حتى قبل ما أفكر فيها. شادي خبرني هلأ شو بك؟ ماشي. أحلامي قبل ما تبلش تكون انتهت. إنه بالنهاية هيدا حلم وإذا ما زبط معنا من أول مرة ولا تاني مرة بدنا نضل نجرب لحتى يتحقق. يأست يأست من النطرة أصلاً. لك قدام مين عم بحكي؟ ما راح تفهميني. أنت إجيتك كمعجزة من تحت الأرض شقلتك لفوق حتى لدرجة وصلت إنه نسيت إنه نحن موجودين. شحطوني من الشغل. شو؟ هيدا جرين تي للحلوة. ظاهرة عندي ميتينج. طب خليك نشرب جرين تي. يا ريت ما في غير مرة. بدك شي؟ نشرب جرين تي. باي شات. كمان لا. منيح. بس إن شاء الله ما طالبك بال50,000 دولار إذا عرفت إني انشحطت من الشغل. عرفت وأكيد رح طالبني. من وين رح تجيبيهم؟ شو بعرفني؟ بدي لاقي شي طريقة. نور ما رح تقطعني شقف إذا أنا ما برد المصاري. بس ما بعرف بركي لاقي شي شغل عندها بالبيت. بشتغل خدامة، بنظف البيت، الحمامات، بطبخ، أي شي، المهم رد الدين. إيه مش غلط، بس قولك بتقبض قصتلك إياهم؟
ما بعرف، رح اجرب حل القصة. مش مضايقني قصة المصاري، مضايقني كيف الأستاذ عماد بفكر فيي هيك وبيتهمني إني سراقة. لا حبيبي معلي، خليها تهمك قصة المصاري وما تعتقل أهم إذا مفكرك سراقة أو لا. ما رح ترجع تشوفي خلقته مرة تانية. لا ما بصير هالقد. معلي الأستاذ عماد حلو يضل يتذكرني بأحلى صورة، مش ضروري يفل من الشركة وأنا سراقة بنظره. ليه بقى؟ ما بعرف. يا ريتني ما تعرفت عليه من الأساس. دخلك مش غريبة هيك القصة شوي، كيف اجتمعتوا وبعدين كيف التقيتوا مثل المعجزة؟ إنه فيها شك الخبرية لا؟ ما بعرف. طب خلص يلا قومي حضري حالي، خلينا نمشي نروح على المنزل. مرسي كتير شادي. عشو. يلا قومي بلا غمش. مرسي شادي. خلاص قومي. ايه بدي غير زيت للرانج الأربعة. برجع بحكيكم، اوكي؟ ثانك يو. شو شريك؟ هاي. لميس بالمكتب؟ ظهرت عندها اجتماع يمكن. اوكي. عماد بدك ابعث لك سيفيل اسيستنس وانت بتنقي عزواك؟ لا معلي خليني هاليومين، ما في عجقة. بدي اشوف مشكلة الفستان بالأول بعدين بشوف الاسيستنت. أنا بالمكتب. على راحتك. تأخرت عليك. تفضل. شو كان يعني؟ عجب. ايه عجب كثير. أمون شو تقبرني؟ طمني. وضعه منيح وبجنن، نص ساعة بطلعه على الأوضة. كتر خير الله. وجسمه عم يتفاعل مع الكلوة الجديدة، بس رح يتركوه كم يوم هون كرمال يراقبوه بس. الحمد لله نشكر الله. شادي تقبرني يا ابني، ما تواخذنا عم نعذبك معنا، انت الوحيد عطول معنا بكل شيء. امي طمنوني شو صار؟ الحمد لله خيك منيح، ولا بعد شوي رح يطلع. خي هيدي احلى خبريه بسمعها هلا. روقي بعد النهار باول وشو فيه؟ هيدول الضيافة 100%. ما أنا هون ضيف. طيب كيف هيك؟ كيف شو؟ إنه أنت مرتك فينا ما نحكي بهالموضوع هلا؟ بس لهلا ما حكينا غير بهالموضوع. خبرينا عنك أنت، أنا حابب أعرف عنك أكثر. عرفت انك بتدرسي مسرح مش هيك؟ مزبوط. صراحة أنا ولا مرة حاكي مع رجال مجوز عنده أولاد، إنه ملبكة شوي. يعني هيك عم تحسيني إني اختيار، بس إنه أنا ما عندي أولاد كثير، عندي بنت وحدة ومتبنيها كمان. بس عمرها 27 مثل ما قلت لي. كان عمرها 10 سنين لما تبنيناها. هيدا الشيء ما بيعني إنه بعدك صغير، بس ما الله بيعز شبابك بعدك. تسلمي. طيب بليز خبرني عنك وعن مرتك، انه كثير بهمني اعرف، وهيك عصفورين بحجر واحد بصير كمان اعرف كيف بتفكر. انا ومرتي عايشين مع بعض بالشكل بس. نختلف عن بعض كثير، اهتماماتنا كثير مختلفه عن بعض، وظروف الشغل كثيره ما بتخلينا نشوف بعض كثير كمان. اها، وهي شو بتشتغل؟ بزنس. حلو. حلو. يعني من الصعب كثير على مرات تعيش مع رجال مثلي انا. هي اكيد الرجال قوي بده مرأة قوية.
حبيبة للماما حمد لله على السلامة يا روحي. نشكر الله يا تقبرني، نشكر الله يا ماما. حبيب قلبي انت. يلا خد شرب نقطة مي. ليه أمون؟ شو عم تعملي؟ ما في سؤال. قوم يا عمي طقطق قلب الصبي قديش صار له تحت. أنا الروب شلحته إياه ولبسته القميص اللي بحبها يا قبرني. خد تقبرني خد. مش عطشان يا ماما؟ موجوع يا حبيبي. خلاص بقى خلاص بلا غنج، شو بك انت كمان؟ انت عمار عملية كلوة، تعا قعد محلي وخلي امك تغنجت ما تعتلها. سوري شادي. مش قصده مش قصده اكيد شادي. بسيطة. هلا المهم انت خبرنا كيف حاسس. احسن شوية وجع بس بيقطع. سلامة قلبك من الوجع يا عمري. الله يساعدني جلس بليز. بتكرم عينك يلا تقبرني ها. شادي ساعدني شوي يا حبيبي. علي التخت. ايه. حط لك المخدة تحت كتافك. هيك منيح خلاص. اوكي. سلم ايديك شاد شوي. عن جد. الحمد لله على سلامتك يا قبضاي. مش كتير قبضاي. حتغنج شوي عليكم طولوا بالكم. تغنج قد ما بدك، هلأ بحق لك بس بعدين اوعى تجرب. بشكر الله على كل شيء بس كمان اختي لأولاك ولولا المصريات ما كان مش الحال وأنا هلأ قاعد هون. شو هالحكيات دخلك؟ شو هالحكيات؟ بس ولا اسكت. هيدي أختك الله يخليكم لبعضكم. هلأ بعد تغير تكاليف المستشفى بعد كمان بدها تدفع تكاليف الأدوية. نشكر الله يلي لاقت شغل يطلع لها مصاري وتقدر تساعدك، وبكره انت ان شاء الله بتوقف على اجريك بتشتغل وبترد لها المصاري. امي انا ولا ماني طالبه منه شيء. واصلا شو ما رح تعوزه انا موجود، ما تعوفوني. كتر خيرك يا شادي. على كل حال انت الله يعينك، اللي فيك مكفيك يا ابني. اصلا مي يا اختي يعني قالت ايه من قلت لا انت مجبوره فيي. شفت مع احسنك مظبوط. بخيلك بلا دراما، انا نازل اجيب فنجان قهوه بتنزل معي؟ لا يلا جيب لي معك. هلا بس يجي خليل رح خليه يدق لك دغري. اوكي؟ اوكي مام انا رح اتروق وروح على الشغل. اوكي بيبي اوكي. باي. لا يا مدام ما قلت لك بدي احكي معها. اه سوري سوسو عن جد سوري. بس كانت عندها شغل ومستعجلة. طيب انت كمان اشتقتي لها؟ اكيد يا مدام اشتقت لها، بس كمان انا شفت شغلة وعجبتني اونلاين ومش عم لاقي منها هون بلبنان، قلت بدي اسألها عنها. سوسو اختفي من وجهي، اختفي من وجهي لان ساشفي ساشفي هالقد. وبليز خدي معي كول، انا ما قلت بدي هيك قصص. لك والله رح جن، رح جن يا معلمي رح اخوت. لك كيف بده يختفي؟ شو ابني هو ليختفي؟ انا اكيد انه ما اختفى، حدا بدله بالقديم. دغري خبرك جاد؟ ابدا. يلي بتربى على ايديك بتصير حياة عنده هينه كثير. لما يوصل التابلو فوتو دغري على مكتب استاذ عماد. اوكي ميرسي باي. عايزك؟ شو مضيع؟ كنت بدي اقول لك ميرسي امبارح. عم ما اسالك. سوري؟ ميرسي لانك استدركت الوضع وما صورت، وهذا شغل حدا بروفيشنال وافي للشركه. اوكي. أنا أول مرة بلاحظ إنه بت...
تشرب قهوة؟ عمرك قطعتي لي نص عمري. سوري ما كان قصدي. هدية هدية انستغرام هاشتاج قهوة هدية. ايه انه سألانين اذا عم تشرب قهوة ولا مش عم تشرب. مالتي بتدعمني بالشغل، هي بتفهمني وبتفهم طبيعة شغلي، منشان هيك ما بتضغط علي فوق ضغط الشغل. قلت لي ما عبالك تحكي عنا؟ انه سيري وانفتحت. بسيطة اذا هيك. طيب انت شو رأيك؟ خبرينا عنك، قولي لي اي شيء عنك انا ما بعرفه. بونجور. كم شخص؟ عصام ليك ما بقى تجي لهون اليوم، بشوفك غير نهار. لا لانه صار عندي مشكله صغيره وما بدي ننفضح. انت مش من مصلحتك انه حدا يعرف انك عم تسرق التصاميم، ما هيك؟ ما هو لانه هيك. ناطره تليفونك يلا ارجع احكي لي. باي. ولا منك هين يا خليل؟ أقولك لو كان بينا هون كان الوضع غير. عقلك عم تحكي ميا؟ أساس لو بابا كان هون صار في مليون مشكلة، مليون مشكلة. ميا أمك طلعتني من ثيابي، التقت بجارتها عم تخبرها خبرية من سنة 30. من شرفكم أهم شيء ما حدا يخبرها إني تركت الشغل. ما تعطي عليها. شو بكى؟ ما قلتي لي بدك يا مر؟ اوعى تفكروني اذا كنت مش هون ما بعرف، لك انا بفل وبترك دينتي هون. انت سامعهم او مش سامعهم؟ هدي كف القهوه، اكيد بتحبيها مره. انا شربانة ركوتين مع جارتها هلا. كيف صرت؟ شو بكى يا عمون؟ كيف صرت انت؟ بعرف. احسن. ايه قول احسن. شد حالك نتفي كماما بدك تقوم. وقتها هلا. باي يا عصام.
ماشي. ايه بشوفك بوقتها، بس في موضوع الفستان رح يكلفك شوي زياده عن شو نحن متفقين. ما هو لانه هيك الوضع بتعرف يعني بدك تحسب دوبل. اوكي. باي. لازم ندق للدرك شريك. ندق للدرك؟ ما في قيمة لشيء المسروق، شو بدنا ندق للدرك نقول يعني؟ بركي برتلي دازز حدا ليسرقه. شريك بننتهي إذا أصدروا الفستان، بتعرف شو يعني؟ رح جن مش عم صدق. شو بدنا نعمل جاد هلا؟ ليك بتعرف شو انطر لحظة. في جمال هيدا صاحبي كثير بيشتغل عند برتلي بالخياطة. بسأله بركي في شي تصميم هيك هيك فات هلا على التنفيذ. لك المشكلة مش مين الطرف اللي خلى حدا يسرقه. المشكلة مين اللي سرقه؟ يعني في خيانة من جوا من عنا، في حدا سرقه من الشركة وبدي أعرف مين. وانت عم تقول أنه مية عملت هيك؟ جد الفستان كان مع مية. مية منا من هالنوع. شو عرفك انت؟ ما قالها يومين بالشركة البنت. انت عم تتطلع بعيونها بس ولا مرة شفت شو في وراهن. البنت بريئة كتير، طيبة، قلبها طيب، يلا بسيطة شوية بس نظيفة. نويت أعمل هيك. أنت و أنت ومية هذا جمال. شو قال؟ عم بقول ما في شيء جديد عم يتخيط هلا وناطرين تصميم جديد ليبلشوا. طب حلو، يعني الفستان الجديد منه مع برتلي. عم وينه لكان؟ لك والله رح جن، رح جن. شفتك هبلة؟ شو قلت لك انا؟ فهموكي بالسرقة وزتوكي؟ خلص امي بشرفك. لك كيف خلص كبنتي كيف؟ ما صار لي عمر بقول لك بحياته الفقير ما اكل خبز مع الغني، ما بتفهمي يا هبلة هبلة. لك يا امون شو بك هلا عم بهدليها؟ شو قصة هي؟ بعدين تسمعيني نتفة، شو قصة هالفستان؟ ماشي نروح على محل تياب ونجيب 40 فستان منكبهم بوجهن. القصة مش هيك، ليحضروا بياخذوا فترة طويلة، يعني فكرة تصميم فستان واحد بيشتغلوا عليه كثير، حتى لو ضاعت قطعة واحدة بس لها قيمة كثير كبيرة. بتشوف فستان معمول من ذهب هلا بيا؟ لا بس هلا أكيد مفكريني حرامية. بس أنت ما سرقتي، مش هذا هو المهم؟ بكفي اللي بحبوك يعرفوا إنك فيه وبس. شو قلت؟ بكف اللي بحبوك يعرفوا انك وفيه. انا فيني لوين وثقوا فيي بس هالمره. والله حولك شو خرجني وثق فيك. ماشي يا عمي ماشي ماشي. يا جاد الضيوف الفرنسوية وصلوا وصاروا بالاوتيل ناطرين وناطر صفقه بكره. شو بدنا نعمل هلا؟ قل لي شو بدك ياني اعمل؟ ناطرين الفستان بكره، ما عندي شيء فرجيهم اياه، تفضل اخترع شيء. طب روحي ماد ما تتشائم. لك وعدتهم، انا وعدتهم جاد وعدتهم. خلينا نفكر برواق، حش صرخ عمول معروف. يا اخي مش قادر روق، مش قادر روق، كل ما عم بيمرق الوقت كل ما عم بتوتر اكثر. عماد خلينا انا افكر شو نعمل. انت ظهر روح اعمل شيء. روح عند نمر. بركي الزلمه غلطان، بركي في شيء غلط. روح لعنده يلا. روح. طيب. اخترت اليوغا لأنه بتشفي الروح والجسد بنفس الوقت؟ لا، لأنه ابتسام ما عندها بيرسونال يوغا ترينر. خلينا نطلع طاقة ابتسام من قلبنا. سوسو. نعم مدام. ليك يا حبيبتي اطلبي رقم جاد على الهندي وحطي لي الهندي على دينتي. من قلبك اكثر. وانا اقول وين مدام نورما؟ تاخرت للدق هالمره.
جاد حبيبي ماي انجل هانسوم دو شو عملوا فينا يا جاد؟ شو عملوا فينا يا جاد؟ يا جاد كل هالعيون علينا يا جاد وهيدي مية المعطرة شحطوها من الشركة قال هي سرقت الفستان وانا عم دق على عماد ما عم بيرد عماد ظهر برات الشركة تيروق شوي كثير مضايق اسمعيني مدام نورما الوضع جدي وخطير كثير اوكي؟ يعني مش وقت ألعيبك هلا انت بتعرفي كثير منيح اذا بروح الفستان للكومبيتيتورز شو بيصير شو قصدك يعني انه انا عارفه وين الفستان وعم خبي عليك لا بس اذا بتعرفي شيء خبرين انه انا اول ما اعرف شيء اكيد رح خبر دغري بعدين انا كل همي انه يتجوزوا عماد ومية وتخلصوني كلكم على بعضكم بوزيتيف فايب سكتي يا هيدي كيف جاب اكو جاب رح احكي عالبطيء لتستوعب انا بهتم بقضية الفستان وانت تهتم بمية وعماد اتفقنا؟ صار شي عندكم؟ لا مش طبيعية ايه علينا وفاء وفاء ودي كل مره بضلني عيط لك جروح صلعيني انا بضلني عيط لك وانت مدري وين ما بتجي تردي على التليفون هادي عم تقري مش شغلت هيدي انا توغا الو سي عايزك تليفون وي وي بيان سور اكستنسيون 01 يا هلا ميا عايزة كيفك؟ بس بدي فوت احكي عماد كلمتين نو 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 ميا اصلا انت ما فيك تكوني موجوده هون بعدين عماد بنده بمكتبه انا لو محلك هلا بفل من هون كيف لك عن تجي لميس بدي احكي عماد كلمتين واحد تفضلي اظهري اتركيني ما بكفي تردت وفلت من الشركه شو بعد بدك بدي فوت احكي عماد بلا اخلاق عيط للسكيورتي معقول شو الصريخ هيدا لميس صار عم فاجينا انت ما بكفي سرقت الفستان شو جاي تعمل هون بعد؟ لا نحكي برا يلا انا ما سرقت الفستان تعي 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 حبيبتي ليكي انا ما سرقته ليكي فهمنا ليكي انت بالغلط مفكره حالك صاحبه الشركه مقهور ما هيك وفاء ما بقدر رد ما حكيتي ولا كلمة بالسيارة، هون بدك تحكي؟ استاذ جاد ما عبالي احكي بس بدي اشوف استاذ عماد وقول له سوري انت بطلتي موظفة عنا، بقى هي استاذ بتشيلي لي اياه، بعدين عماد بتحكي معه بس تروقي انا رايقة تفضلي يي؟ شو هيك؟ هيدي دوري هاي دوري، شو طيوبة كنت جوعانة أكيد أكلت وشبعت الصبح ريكس عندك كلب؟ هذا هامستر سي هالو هاي ريكس هاي ريكس شو مهضوم؟ كتير فريندلي Welcome to my place. تفضلي. كتير مهضوم بيتك. بتحضر كتير موفيز؟ أنواع بس مش كل الأنواع. رومانس؟ في موفي عبالي أسألك عنه. اسمه Pride and Prejudice. مزبوط؟ هيدا منو مسموح حدا ما يكون حاضره. إلا أنا. ليه عم تسألي؟ هيك شفت صورة لقله مرة وحبيت أعرف عن شو بيحكي هي قصة مشهورة كتير انكتب بال 1813 وتصور بال 1940 ايه عن شو بيحكي؟ عن الإنسان بس يعشق كيف بيتحكم فيه الإيجو أوقات وبيسيطر عليه الغرور مين المغرور؟ بدأ سؤال؟ ياي
نورما حبيبي، في عزبك تزبط الكادر شوي لأنه طالع شوي اسم الله يعني. خبرني شو في جديد؟ لحظة شوي، عايزك خلصني. يعني ميا اجت اليوم على الشركة. وين اختفيت؟ هون 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 هون. اي عن جد اليوم ميا رجعت على الشغل؟ لا يا ريت. لميس رفعت صوتها علي واصرت انها تفل. كم مرة بدي اقول لك ما تجيب سيرتها لعنزي؟ بس انا نصحت لميا انه بعدين مين عطاها صلاحية تفتح بوزة هيدي؟ عايزك سهى في شي؟ اتس اتس. وانت؟ انا ابدا، كنت جاي اخد لك. ما كان فيك تنطر شوي. ما تتعذب. فريش جوس تفضل. ثانك يو. بتعرفي شو؟ رح فرجيكي مشهد على يوتيوب منه للموفي، بس بدك توعديني انه تقولي لي عم تسألي. هيك؟ ما في سبب. في سبب. Exact truth, I'm afraid, about the message from the Bingleys. You mean they didn't send one? They didn't send one for the good reason that Charles Bingley had every intention of bringing it himself. Himself? Yes, he came back to Netherfield last night. I was rather expecting to see him here this afternoon. Ah. حبيته؟ عبالي أحضر شي نهار. عندي اياه دي في دي لحطيك اياه. بس خبرني انت عن شو بيحكي هيك ان جنرال. احكامهم المسبقه بتخليهم بعاد عن بعض وما بيصارحوا بعض، بقى بيفهموا بعض غلط. على فكره ما بعرف اذا بتعرفي، بس هيدا اجمل فيلم عند عماد. صح بعرف. شو قصتكم؟ استاذ عماد ما بيعرف يكون جنتلمان بالوقت اللي لازم يكون فيه. هيك اوقات كثير بحسه بارد وقاسي وجفس. يا ريت بيقدر يكون مثلك. مثلي انا؟ انت اول شخص بيقول لي هالشيء. جميلة بيقولوا لي انا لازم اكون مثل عماد. مش مزبوط. مش غلط يكون الإنسان منيح ويعامل الناس بطيبة وأخلاق. عماد جفص صح؟ وبارد؟ كتير. ميا ليه قبلت بلعبة نورما؟ فكرت اللعبة بتنتهي ومشيت بالموضوع. شوية مشاعر كاذبة وبتخلص القصة. إلا ودق القلب دقت أمل موجوع. صارت الكذبة حب ولون الفرح غصّة.
قلبي أنا سري ما عاد فيه.